السجاد أو الزربية حرفة يدوية تتطلب جهدا وإتقانا، وهي حرفة ظلت موروثة عبر أجيال كثيرة. فبين زربية العقدة، الدراجة، الحنبل والحولي، تتفنن نساء خنشل لاستخراج أنواع عديدة من الأفرشة والأغطية، إضافة إلى ديكور يتسم بتصاميم وألوان زاهية. احنا زربية بابار حابين نحافظوا عليها، حابين نحافظوا عليها خاطر كي خرجنا أجيال الأجيال لقيناها مجرد رسالة، رسالة للأجيال تاعنا، ما نحبوش الرسالة هذه تروح. قضية زربية هي عبارة عن رسومات ترسمها أنامل تعبر هذه الزربية عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل أيضا، وهي فسيفساء لكل واحدة مكان ورمز حسب الموقع الذي يعيش فيه ذاك المبدأ. هذه كما راكم تشوفوا فيها هاي زربية بابر، راهي معروفة عالميا، مكراسية ثالث أحسن زربية في العالم في برلين في الألمان اون 2014. زربية ذات جودة عالية، الصوف طبيعية 100% والألوان طبيعية. كلما كانت الألوان طبيعية متناسقة وكانت الرموز جذابة، عكست مدى تمسك صانعي الزرابي بمنطقتهم وموروثهم الثقافي.